لجمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها تسقط ذات الدين كلمة ذلك. وخاطب أولياء الأمور أن يتخيروا لابنته الشاب الصالح الذي يصوم دينها قبل عرضها، فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن ابنته في الأرض وفساد عريض. من حكمة الله عز وجل أن جعل الزواج سنة من سنن هذا الكون. قال ربنا جل وعلا: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. في هذا العالم من حولنا نجد أن هناك ذكر وأنثى، ولكي يتكاثر لا بد أن يتزاوج الذكر مع الأنثى في كل شيء، في الإنسان، في الطير، في الحيوان، حتى في الكمال. عندنا في الشحنات الكهربائية شحنة مجابة وشحنة سلسة، عشان الرغبة دي تقيل ولا المراحل دي لازم يختلط السالب بالمؤمن، الذكر بالأنثى. ولذلك لما أراد الله عز وجل أن يهلك قوم نوح بعدما قبض وبغض في الأرض، أمر الله عز وجل رسوله نوح أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين سويس، من كل نوع ذكر وأنثى. ليه؟ عشان بعد ما الطوفان يجي وشيل يحدث التكاثر الزوجي. احنا ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ركز على الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تنكح المرأة لأربع واختلط دين، وقال إذا جاءكم من ترضون دينا وخلقا فزوجوه، اختلط دين ليه؟ عشان نعيش من غير مشاكل. في بيت النهارده من غير مشاكل؟ لا في، بس إذا عاش على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. لكن للأسف الشديد إحنا عانقنا الله وعانقنا رسول الله. يوم ربنا يكتب علينا الذل زي ما ربنا قال: إلا الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إحنا يا طارق بنعمل النهارده إشهار في الجوامع وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وبعد كده حياتنا من البداية للنهاية كلها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب تعالى شوف كده بيت من البيوت اللي قامت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عاشت من غير مشاكل. التاريخ بيقول لنا في اثنين أصدقاء، أعز أصدقاء، شويح القار الذي ضرب به المثل في العهد بالقضاء، وصديقه الشعبي، الاثنين اصحاب قعدوا في قعده كده مع بعض يوم. فبقول له واحد بيسال زميلته: ما بال حالك؟ كيف حالك مع اهل بيتك؟ تعمل ايه مع زوجتك؟ قال له: والله منذ 20 سنه، منذ 20 سنة لم تنشأ بيني وبينها مشكلة إلا مرة وقلت لها صحيح. 20 سنة لم تنشأ بيني وبينها مشكلة. إزاي؟ ده احنا النهارده العزال بيروح بعد 20 يوم، فالقرارات بتشتغل تاني. إن 20 شهر كتير عندنا شوية. والله بقول له: منذ 20 سنة لم تنشأ بيني وبينها مشكلة. قال له: ازاي؟ قول لي عشان تبقى عبره لمن يعتبر. قال له: منذ ان دخلت بها وقال الملك من الاهل والاصحاب نظرت الى زوجتي فوجدت حسنا باهرا وجمالا فاتنا. شفت لوحدي ملك الجمال العالم، ملك الجمال العالم معايا في البيت. فقلت أعمل إيه؟ نعمة من نعمة الله عز وجل على الإنسان لابد أن تقابل بالشكر وليس بالكفر. فقلت
أصلي ركعتين شكرا لله على ملكة الجمال اللي ربنا بعت لي، أصلي ركعتين شكرا لله. فلما سلمت وجدتها تصلي بصلاتي وتسلم سلامي، صلي وراي أنا إيمان بها وأنا مش داري. فلما سلمت مددت إليها يدي كما يفعل الزوج لزوجته في ليلة العصر، فقالت على رسلك يا أبا أمية. استعملتش ليلة طويلة طبعا، الليلة بتاعتهم كان من بعد العشاء، مش الأفضل من الساعة 2 أو الساعة 3 كمان. فبتقول له على رسلك يا أبا أمية، بالله عليك يا أبا أمية الليلة كده شفتك بتقول لك ما استعملتش، شفت كتاب وهتبعت تجيب اروح على طول. تعالى شكل الرب السماء. قال لها ايه؟ قالت له ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي عليه ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فاني امراه لا علم لي بافلامه. انا لسه معرفش ولن تتعرف. فقل لي من تحب فآتيه ومن لا تحب فلا آتيه. قول لي كده انت، احنا لسه جداد مع بعض، بتحب مين وبتكره مين؟ بتحب ايه وبتكره ايه؟ مين من جيرانك تحب صاحبه ومن جيرانك ما كلمهمش؟ فإنه قد كان لك في أهلك من هي كفء لك، عندك بنت عمك تتناسب، وقد كان في أهلي من هو كفء لي، ابن عمي وابن خالي وابن عمتي كان يناسبني، ولكن إذا قدر الله شيئا كان أمره مفعولا، فأمسك بمعروف أو سرح بإحسان. يا ابني احنا لسه من البداية، يعني عيش بالمعروف ينفرق بالمعروف. فقال لها لقد قلت كلاما لو ثبت عليه لكان لو مشيت على الكلام اللي انت قلتيه دوما مفيش مشاكل ان شاء الله. فاني يحب كذا وكذا وكذا واكره كذا وكذا وكذا، وقوم فلان صالحون، مفيش مانع ان انت تكلميهم وتصاحبيهم، وبنو فلان قوم سوء، اوعي تكلميهم ولا تخاطبيهم. وقعد يقول لها اللي يحبه واللي يكرهه، وفي النهايه يقول فبتنا بانعم ليله، ومنذ ساعتها لم تنشأ بيني وبينها مشكلة إلا مرة وكنت لها صغيرة. يبقى البيت من غير مشاكل ليه؟ من أول ليلة حاطين النقط على الخط، بحب كذا وبكره كذا، يعيش من غير مشاكل. ده كلمة لكل الناس. طيب تاني كلمة لأولياء الديانة، دائما وأبدا ما نخصص كلمة في العقد لأولياء الديانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهن بركة أيسرهن بكرة. النبي يقول نحن وفيك نعيش على كتاب الله، ناخد الإسلام كله، ما ينفعش تسيبه وتسيبه، لو ما ينفعش تتجوز تاخد اللي على مزاجك وتسيب اللي مش على مزاجك. ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني إيه؟ يعني ادخلوا في الاسلام، خدوا الاسلام بكل تعاليمه، ادخلوا في السلم كافه، خدوا الاسلام بكل تعاليمه، اللي عاجبك واللي مش عاجبك. ليه؟ اللي مش عاجبني ليه يا رب؟ لان ربنا هو اللي شرع، وربنا يقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو عارف ايه اللي يصلح وايه اللي يفسد. اولياء الامور دائما وابدا يقول لك احنا بنحاسب ونعايد ربنا وسيدنا النبي. لما النبي يقول اكثرهن بركه ايسرهن بركه، احنا والعياذ بالله حاشا لله وحاشا لرسول الله، وكاننا نقول يا رسول الله انت مش عايش الزمن بتاعنا، انت العمليه بتتطور وانت كنت داعيه قديمه والعياذ بالله. طب احنا النهارده المهر أكثرهن مهرا أكثرهن بركة. مع الأسف الشديد النهارده بنشوف كتير من البيوت المهر اللي هو العفش الوقت، يعني ما كان لأحد منا أن يخطر له على بال. أنت يوم ما كنت بتتجوز
اولي يوم ما كنت بتجوز سرايت ما كنتش نخسر على بالي ابدا ان اللي بيحصل دي ممكن يحصل. لكن النهارده احنا بنتبادل على حساب ايه؟ على حساب شرع الله عز وجل. لكن ربنا يقول لنا اللي بعانق ربنا ان له معيشه الضر مع كل اسطول العربيات اللي ماشي واللي رايح والشقه اللي مش واقفه واللي سدادين وتحت مله السرير واللي مني، ومع ذلك بنلاقي كثير من هذه الزيجات تنتهي بالفشل والعياذ بالله. ليه؟ مع ان جايب له كل حاجه حلوه. لا لا مش ناقصه حاجه. في حاجه غلط. انت معاند ربنا ومعاند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك. ولذلك ربنا ومن اعرض عن سيدنا فان له معيشه ضنكا. المعيشه الضنك اللي احنا شايفينها النهارده مشاكل البيوت والطهاره والشكاوي والقضايا ومحاكم الاسره اللي احنا مليان كل دي ليه؟ لاننا بعدنا عن سنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عرض له ان يجعل له مطحاه مكه ذهبا. عايز يكون اغنى راجل في العالم ربنا رجعه. وكان جنب بناته اللي ما يخطرش على بال حد. ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مهر بناته كان حاجه بسيطه. مهر زوجاته كانت حاجه بسيطه. ليه؟ عشان يكون القدوه بتاعتنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله ويوم الاخره. اللي عاوز ربنا، اللي خايف ربنا، واللي عامل حساب ربنا وحساب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تقوم البركه تحل علينا. لكن لما بعدنا عن شرع الله يقوم ربنا ينزل علينا الشقاء والتعاسه في حياتنا الزوجيه. الى ان الله الطلاق فكلها مشاكل من بدايه للنهايه. ليه؟ لاننا بعيد قوي 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 عن شرع الله عز وجل. وللاسف الشديد الرجال اللي تسببوا بهذا الحد ساووا الحد على الغالب للنساء. اصبحنا النهارده بنتباهى. انا حاطط قدامي الفضه ما اعرفش النهارده جابت ايه وعملت ايه او زي الناس. يا عم الشيخ احنا بنعمل زي الناس ماليش دعوه بالناس. ما حدش وجد الناس في داهيه يبقى الناس. مين اللي ودى ابو طالب علم النبي في داهيه؟ دخلوا كلام الناس. خايف من كلام الناس. النبي راعي عن خلاص وطلع روح. يا عم قول لا اله الا الله كلمه اشفع لك بها عند الله. لو كان يقول لهم اوعى ما يقول للنبي لولا ان تعيرني من الناس. انا خايف من كلام الناس حتى بعد ما مات. بعد ما مات انا خايف. يا يقول ابو طالب عملها قبل ما يموت. لا سمع كلام الناس وخايف من كلام الناس. ضعف ضعيف الشمس لك هم من حياته. سيبك من كلام الناس. كلام الناس قدم يودي جهنم ممكن يودي السجن والعياذ بالله. النهارده للاسف الشديد كتير من اولياء الامور مديون في هذا البيت. البنت الثانيه بعدها بسنتين ثلاثه لسه انتهت في ست في البنت الاولانيه وهكذا. يفضل طول عمره مديون بتوع الادوات المنزليه اللي كل يومين شيك شيك وشكاوي في الاكل اللي انت عايزه. ايه مرة ليه انفسنا؟ الحاجة التالتة عشان ما اغلطش عليك النصيحة للعريس عريسات والنصيحة للعروسة نوصلها للعروسات. النصيحة مجازفة احفظ سر زوجتك. لا ابوك ولا امك يعرفوا سر زوجتك ولا سر زوجتك ولا امك ولا ابوك يعرفوا سر زوجتك. حياتك كلها مش بالزوج ولا الزوج لا حياتك انا ابن ابويا ما يعرفش سر بيتي وانت ابويا ما يعرفش ولا امك تعرف سر اسرار مكتوم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قول لزوجته الزوجه السيده حفصه رضي الله عنها
كيف كده يعني بالبلدي؟ عشان كان دخل على عند السيدة مارينا وكان عندها أكلة غابت بقى مش عايزة ياكل عندها تاني. الوكيل كذا عند مارينا قال له خلاص اقسم بالله ما عملت وكيل الاكله دي ولا وكيل خالص حد مارينا. بس بالله عليك يا كل الحاج سر يا رسول الله. السيده حفصه خرجت قالت اين مين؟ للسيده عائشه. خرج الكلام من بيت سيدنا النبي؟ ابدا ما خرجش، ده لسه في قلب البيت. السيده حفصه قالت للسيده عائشه ما خرجش لا عند القهوه ولا ده قلب بيتي من النبي. النبي عرف ان زوجته وحشه في السن الثاني. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب شهر من الزواج كله ويسيب لهم البيت ويروح يلف كامل ويطلع ستنا حفصه طلع. وسيدنا جبريل ينزل يقول له هلاكت حفصه فانها صوامه طوامه وانها زوجتك الثاني. ده بسبب ايه؟ كلمة بسيطة النبي قال لها ما تطلعيش السر فطلعته من غرفته. اللي كانوا أصدقاء يعني مع بعض عاملين حزب مع بعض. سيد الشاهد كان سيدنا النبي بدر وطلعها هنا في سجن زيت وقعد بره. وهو النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك ونحن أقل تقوى وورع من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما الزوج يجي يسر زوجته أو الزوجة تجي يسر زوجها ويحصل اللي يحصل خلاص الثلاثة من مانت إلا نفسك أنت اللي مشيت في السير وهي اللي مشيت في السير. لو العملية وصلت على الطلاق بقى ها ثلاثة من مانت إلا نفسك. ده النبي يطلع عشان فاوعى سرك حافظ عليه. وكلنا عارفين القصة بتاع سيدنا عامر سيدنا فاطمة لما النبي شم خبر كده إن في غيابة كده في البيت في سبحان الله غيابة عن البيت في إيه يا فاطمة مفيش ليه يا عم مفيش يا رسول الله؟ وما تسيبنا عادي، وما تسيبنا خطوص، وما تسيبنا النبي، وما حدش إلى الآن عرف إيه اللي جاي البيت سيدنا فاطمة وسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله العظيم وفق العرش العظيم أن يبارك للعروسين. نقول جميعا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمعنا لكما في خير. قولوا جميعا استغفر الله العظيم تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما كثيرا على اننا لا نعود الى المعاصي ابدا وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الله اكبر الله اكبر بارك عليكما وجمع بينكما.